صباح الخير. سجلت 10 مدارس في محافظة حمص ما يقارب 350 حالة يشتبه في إصابتها بمرض الجنف من أصل 2181 طالبا وطالبة جرى فحصهم، لتصل نسبة المصابين إلى 18% من العدد الكلي للأشخاص الذين خضعوا للمسح الطبي. بحسب مدير مشروع المسح المدرسي الدكتور صلاح غازي، فإن مرض الجنف هو تقوس جانبي للعمود الفقري يبدأ عادة بالنبوء عند الأطفال قبل البلوغ، ويعد بمثابة تشوه ثلاثي الأبعاد في العمود الفقري. نرحب وأصبح على دكتور محمد الخطيب، اختصاصي جراحة العظام والمفاصل والتشوهات الخلقية، هو معنا من غازي عنتاب التركيسة. صباحك يا رب. صباح الخير. صباح الخير مشاهدي تلفزيون سوريا. أهلا بك. هلا بك دكتور. بطريقة بسيطة وسهلة ويعني شرح للمشاهدين حتى يفهموا أكثر، شو هو هذا المرض؟ بداية لحتى نعرف شو معنى كلمة الجنف، بجوز الكلمة غريبة، فنحن نقصد بالجنف هو لغة انه الانحراف عن الخط المستقيم او الميل عن الخط المستقيم. بالحالة الطبيعية وقت اللي بيكون الشخص الطبيعي واقف، فبتكون الفقرات موجودة على خط مستقيم من الخط الواصل بين الجمجمة حتى عظم العجز. فأي انحراف بارتصاف هي الفقرات او انتظامها عن هذا الخط الواصل او الخط الشاقولي بأكثر من 10 درجات، فهذا نسميه نحن الجنف. والجنف ليس فقط هو فقط هي الزاوية اللي نحن عم نشوفها بمعنى انحراف بهذا المستوى، إنما هي كمان موجودة أيضا بمستويات قد تكون دورانية أيضا. فهو انحراف عن بزاوية أكثر من 10 درجات بالمنظر الأمامي الخلفي للعمود الفقري. الأسباب المؤدية للحالة هي في أسباب كثيرة، والأشياء والأكثر شيوعا هو الجنف اللي نحن نسميه الجنف مجهول السبب، بمعنى أنه نحن ما في عندي سبب واضح محدد يقول لي أنه ليش هالحالة صارت. فهالحالة هي اللي بسموها الجنف مجهول السبب، اللي بشكل حوالي أكثر من 80% من الحالات، حالات الجنف أو انحراف العمود الفقري، بتشيع عند الأطفال عادة بمرحلة المراهقة، يعني بين العشر سنوات وما فوق حتى سنة 18 سنة. هذا الجنف كمان بنشوفه اكثر عند البنات، يعني بشيء عند البنات بالفئه العمريه بسن البلوغ. كمان الجنف مجهول السبب ممكن نشوفه ايضا بفئات عمريه اصغر، حتى عند الرضع يعني تحت 3 سنوات، والاطفال بين 3 و10 سنوات. هلا من الاسباب الثانيه اللي بتؤدي لحدوث التشوهات الانحرافات هي هو التشوهات الخلقيه او سما الجنف الخلقي، بمعنى انه الحاله بتكون في عندي مشكله اثناء تطور الجنيني، في عندي الفقرات ما بتنمو بشكل صحيح، او بصير فيها التحامات او عدم انفصال، او بتكون بشكل طرف نامي اكثر من طرف، او بتكون فقره نصفيه، فتؤدي الى هذا الانحراف. وعاده بيرافقه تشوهات ثانيه، تشوهات بالقلب، تشوهات بالكليه، تشوهات بالشرج، وتشوهات بالسبيل الهضمي، حتى يعني في بيكون بمعنى في افات او تشوهات اخرى مرافقه. والحاله اللي بنكشفها انه في عندي تشوه جنف خلقي، لازم اعمل لها انا هي الفحوصات ايكول قلب او ايكول بطن وحوض، حتى اكشف هي التشوهات الثانيه، لانه المعالجه رح تكون معالجه صعبه شوي وبسبب التشوهات المرافقه. طيب. في اسباب اخرى كمان اللي هي التشوهات اللي بترافق الامراض العصبيه العضليه، الفقرات اللي تخضع لحالة من الانتظام أو حالة أنه في العضلات هي بتخليها بهالاستقامة هي. فإذا كان عندي مرض معين أدى إلى أنه العضلات فيها عدم توازن،
فيحدث الطرف بشد اكثر من طرف، فبصير في عندي الانحراف هذا او الجنف العصبي العضلي، سواء في مثلا في حالات الشلل الدماغي او الامراض. بالنسبه للنسبه اللي شفناها بالمدرسه بحمص تقريبا 18% من الطلاب اللي عينت البحث كانت 18% نسبه كبيره مصابون بالجنف، اي من الاسباب ترجح؟ هلا عادة يعتقد يعني السبب هذا هو السبب المجهول السبب، يعني الجنف مجهول السبب، الادوليسنت ايديوباثيك سكوليوسز AIS، فهذا الجنف هو بشيع بهي الفئه بسن العشر سنوات وما بعد، لانه التشوهات الاخرى اللي او الاسباب الاخرى للجنف بتكون بحالات مرضيه واضحه، يعني اذا كان في عندنا مثلا حد امراض عضليه او امراض عصبيه او تشوهات خلقيه بتكون الامور واضحه جدا. اما في حالات انه تكون بهي النسبه اذا مجهول السبب، مثل ما قلنا انه 80% من السكوليوز هو سببه الايديوباثيك مجهول. طيب. السبب بالنسبه للاعراض نحن كمان لازم نحن نلفت تفضل بس بدي الفت لنقطه، انه في عندي ما يسمى الجنف الوضعي او الجنف انه الفيزيولوجي خلينا نسمي، او الجنف اللي بسبب وضعيات خطا، مثلا طالب عم يحمل شنطه المدرسه بوزن كثير ثقيل، عم يخليه يحمل الشنطه على كتف واحد لفتره طويله او مسافه طويله، فهذا ممكن يعمل مشاكل عضليه تؤدي انه مرحله يعني لدرجات بسيطه من الجنف، وهذا الجنف يعالج بسهوله من خلال انه اعاده. يعني هون فينا نطلب من الاهالي انه ينتبهوا من هاي النقطه. يعني ايضا لازم ما يطلبوا كثير يعني كتب في برنامج محدد اتوقع بحل الموضوع اكثر. وبالتالي في المدرسه اعتقد هذا هو السبب الرئيسي، انه مثلا حمل شنطه على كتف واحد او شنطه ثقيله الوزن لفتره طويله ممكن يؤدي الى الجنف طبعاً. بمراحله الاولى كما ذكر. فهذا هو الجنف اللي احنا نسميه الجنف الوضعي، انه في وضعيات خطا عم نعملها، اما جلوس على وضعيه خاطئه لفتره طويله، او عضلات بتكون شاده بسبب معين، او انه عم نحمل عند الاطفال بيكون ما عندهم القوه العضليه الكافيه، فعم يحملوا عشانته لمسافه طويله وتكون وزنها ثقيل فيها كتب كثير، فعم تعمل الجنف الوضعي هذا. هذا يتحسن ويعالج. طيب بالنسبه للاعراض، هل في اعراض ظاهره بتبين على الطفل؟ يعني مثلا هل ممكن الاحظ عنده كتف مايل اكثر من كتف؟ نحن كيف نتوجه او نشك انه عند الطفل في عنده جنف؟ اذا لاحظنا مثلا اختلاف بارتفاع سوية الكتفين، أو في عندي اختلاف بسوية الحوض، فهذا بيوجه لي أنه أنا يكون في عندي مشكلة بانتظام العمود الفقري وفي عندي ميلان فيه، فهذا يستدعيني أن احنا أعرض الطفل على طبيب بيعمل له صور شعاعية وبتكشف الحالة مباشرة، طبعا بيحدد السبب أنه هل هو جنف ايديوباثيك ولا هو بمعنى جنف مجهول السبب، أو هو الجنف الوضعي بسبب الوضعيات الخطأ اللي عم يمارسها الطفل. فعلا دكتور، يعني انت عم تحكي هذا الكلام، يعني حتى انا وايهم قعدنا نظبط كتافنا عم نشوف انه هل في فرق فعلا. يمكن هذا الشيء ممكن يظهر للعيان، ولكن بدي اسالك سؤال، هل ممكن هذا المرض يجي عن طريق الوراثه في حال كان احد الابوين عنده هي المشكله، ممكن ينتقل للطفل؟ هلا بالنسبه للجنف الايديوباثيك او الجنف مجهول السبب، مثل ما انه هو بشكل حوالي 80% من الحالات، يعتقد حاليا انه هناك سبب وراثي يؤدي الى حدوث هالمشكله هي، فالعائلات يعني ننتبه نحن للقصه العائليه للطفل، انه هل في حدا بعائلته موجود عنده الجنف، فهو ممكن مرشح انه عند الاولاد يصير في عندهم هي الحاله، فبدهم مراقبه اكثر وبدهم فحوصات لحتى نكشف الحاله بدايتها، لانه العلاج بالمراحل الباكره بيكون اسهل من العلاج بالمراحل المتاخره. جميل. بالنسبة للعلاج طبعا اللي ذكرته حضرتك، قلت انه بالمراحل الأولى ممكن علاجه، طيب في حال كانت المرحلة متأخرة، خلينا نحكي عن كل تفاصيل العلاج لو سمحت. هلا يتحدد العلاج حسب نوع الجنف، هل هو الجنف يعني نوع الجنف هل هو جنف خلقي أم هو جنف المجهول السبب أو هو الجنف بسبب الوضعيات الخطأ، عمر الطفل أثناء كشف الحالة، وزاوية الجنف، يعني الزاوية اللي نحن بنقيسها شعاعيا هي اللي بتحدد نوع المعالجة. فالجنف الخلقي هو علاجه اللي بينكشف بيكون في حالات تشوهات، هو علاجه جراحي حتى بالسنوات الأولى، السنة الأولى أو الثانية.
بالنسبة للأساليب العلاجية الأخرى في حال كانت الزاوية صغيرة، فممكن احنا العلاج ممكن حتى بالعلاجات الفيزيائية مع العلاج بالجبائر، الجبائر التقويمية اللي بتمنع تطور الجنف. نحن الهدف أثناء كشف الجنف أنه ما يتطور يصل لمرحلة الجراحية ويعدي الطفل مرحلة المراهقة، يعني يعدي ما بعد مرحلة البلوغ، وبحيث أنه النوع الجنف هذا وصل لمرحلة من الاستقرار أنه ما عاد يتطور فيما بعد. فبداية نحن نكشف الجنف، نحدد الزاوية ومنشوف نحط الأسلوب العلاجي اللي نعمله، أنه هو بحاجة لجبائر أو بحاجة لمراقبة كل 6 أشهر، أو إذا كانت الزوايا كبيرة يعني كشف مباشرة إجا الطفل بشكل متأخر وكانت زاوية كبيرة، فهون نضطر للإجراءات الجراحية. طيب دكتور، في حال يعني كانت الظروف ما تساعد يعملون عمل جراحي لطفلهم أو ما اكتشفهم هذا الموضوع في وقت مبكر، شنو أكثر شيء ممكن يتعرض للطفل لما يبلغ وما يتعرض للعلاج أو ما يأخذ العلاج؟ يعني شنو ممكن أقصى شيء يتعرض له من أمراض؟ هلا في حال انه نحن ما عملنا معالجه للجنف، وحسب نوع الجنف، فاذا كان الجنف عم يتطور وعم تزداد الزاويه تبعه، رح يصير في عندي مشاكل تنفسيه، يعني الرئه ما عم تاخذ المساحه الكافيه ليصير في المبادرات التنفسيه، فصير في عندي مشاكل تنفسيه، حصير في عندي يعني نقص الاكسجه وهالامور، هي الامراض الحاصره الرئويه الحاصره، فهي حتؤدي بشكل عام الجسم مشاكل بالنمو، مشاكل مختلفة بكل أجهزة الجسم لأنه ما فيها التبادل الغازي الكافي. إذا زادت كمان الزاوية رح تأثر كمان على جذور الأعصاب، حيصير في عندي المشاكل العضلية، الألم الضعف العضلي، حتى ممكن توصل إذا لمراحل الشلل. فإهمال المعالجة رح يؤدي إلى اضطرابات كبيرة عند الطفل، ومنها الألم مثل ما قلنا، منها الشلل، ومنها المشاكل التنفسية. طيب بالنسبة لل طبعا بالنهاية هو رح يصير العجز الوظيفي وما رح أحسن يؤدي المهام والحياتية. نسب الشفاء دكتور، يعني في حال أي طفل عنده جنف بأي مرحلة من المراحل، هل يمكن أن يصل إلى مرحلة الشفاء التام؟ هلا الشفاء التام ممكن نصل نسب شفاء عالية كثير، 99% 95%، إذا كان الكشف باكر وكان النوع الإيديوباثيك اللي هو المجهول السبب وانكشف وتعالج، فهذا بيصل لشفاء عالي. أما إذا كان متأخر ويكون في نوع من الصلابة نوعا ما، فحيكون استعدال أو تقويم الفقرات رح يكون أصعب، فحيكون نسب الشفاء أقل. هلا الجنف الخلقي رح يكون في تشوهات أخرى ويكون في تشوه الفقرة بحد ذاتها، كمان رح يكون في المعالجه رح تكون اصعب، ولكن بشكل عام نسب الشفاء او نسب نجاح العمل الجراحي هي عاليه حاليا بسبب تقدم المواد التثبيت والمواد الاستشجار الخاصه بتصحيح الاعوجاج هذا. طيب العمل الجراحي كل حالات اللي بيكون فيها جنف ناتج عن الولاده لازم يكون الحل هو العمل الجراحي؟ هلا الجنف الخلقي بحاجه للعمل الجراحي حتما، والعمل الجراحي المتكرر لانه بيكون في تشوه بالفقره، والطفل عم نثبته نحن بمرحله عمريه والطفل رح يكبر، فالفقرات بدها تكبر، فلازم نحن نعيد العمل الجراحي لحتى نسمح كمان بنمو الفقرات، ما تضل محدده بمواد التثبيت. فالجراحه ما قبل 10 سنوات او الجنف ما قبل 10 سنوات بهي الفئة العمرية هي بيكون عدة مراحل، بينما الجراحات أو الأطفال ما بعد 10 سنوات بتكون عادة جراحة واحدة تكفي، ومثل ما قلنا نحن يتعلق كمان بشدة الزاوية ومرحلة البلوغ اللي وصل لها الطفل هي بتحدد كمان نسب النجاح. خطيرة، ما مدى خطورة هذه الجراحة؟ كنت أقول لك أيها سؤالي إنه خطيرة هاي العملية، يعني موجعة، قد إيه لازم نستلقي الطفل سواء كان بيبي أو حتى طفل عمره 10 سنوات بالمشفى؟ هلا هاي العمليات طبعا عمليات كبيرة، هي يكون فيها يعني فتح على مستوى متعدد من الفقرات، في تركيب قضبان معدنيه براغي، فبحاجه لفتره استشفاء. الطفل بعد منها لازم يكون بنحط له جبائر معينه لحتى تدعم هذا التثبيت الفقري، بده يخضع لعلاج فيزيائي معين،
أنشطة محددة طبعاً لحتى ما يصير في مشاكل بمواد التثبيت هاي. فطبعاً بحاجة بعد العمل الجراحي لمتابعة من العلاج الفيزيائي والصور يعني التقييم المستمر. أكيد بنطلب من الأهالي أنه ما يستهتروا حول هذا الموضوع، فوراً بس يلاحظوا أي ميلان بالعمود الفقري يراجعوا دكتور مختص فوراً. شكراً لك دكتور طبعاً. محمد الخطيب حابب تضيف شيء؟ سريعاً تفضل. بس في نحن كمان من انواع الجنف الاخرى هو الجنف التنكسي، بمعنى انه الجنف نحن ما ممكن مو بس بنشوفه عند الاطفال، ممكن نشوفه عند الاشخاص الكبار اللي هن فوق الخمسين سنه. بصير تبدلات بالاقراص الفقريه، بتصير فيها جفاف، بصير فيها طرف، بصير فيه ميلان اكثر من طرف، فيحدث هذا الجنف بمستوى الفقرات القطنيه، وهذا بكون هذا هو الجنف المؤلم. عاده الجنف اللي بصير عند الاطفال هو جنف غير مؤلم. إذا لاحظنا جنف مؤلم عند الأطفال معناتها في عندي مشكلة كبيرة لازم أبحث عليها، قد تكون في مشكلة ورمية، مشكلة لازم فورا نراجع الطبيب أكيد هو فالجنف المؤلم. فإذا لاحظت أنه عند الطفل أنه كتفه مثلا مايل أكثر من طرف، أو أنه لوح الكتف من الخلف متبارز أكثر، أو حوضه مثلا فيه ميلان، فهذا بحاجة للتقييم لنكشف السبب وتنوضع خطة المعالجة بالشكل الصحيح. بالنسبة للجنف الكبار المشكلة. العلاج جراحي ام يمكن الجنف عن طريق مشدات مثلا او شيء حسب الاعراض الموجوده. يعني اذا كان هذا الجنف ادى لمشاكل بجذور الجذور العصبيه وبلشت هاي المشاكل من الالم الشديد الضعف العضلي، فهون نضطر للاجراء الجراحي والتثبيت الفقري لحتى نعطي فرصه او مساحه للجذور العصبيه تكون مرتاحه. اما اذا كان هو فقط الالم فممكن يعني الجنف يسبب فقط الم، فهون تخفيف الوزن، ممارسه الرياضه، النشاط الصحي، شكرا لك، النظام الصحي الصحيح تمام. هون مع العلاجات الدوائيه هون بتكون كافيه ان شاء الله. اتشكرك والله يحمي الجميع من الجنف عن جد، صغار وكبار. واكيد وصلنا مشاهدينا لنهايه صباحنا لليوم، اكيد اشوفكم بكره بنفس التوقيت. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.